50 مؤمن بس كفاية. ما هي مصادر مسلسل الحشاشي؟ الكتب اللي كتبت في المرحلة دي لا تتعدى 7-8 كتب رئيسية. شفتنيش في المنام خالص. عايز كل اللي يعتمد على دعوتنا يقتل بأبشع الطرق. أي عمل فني بيطرح حول الجدل إحنا بنتكلم هنا على عمل ناجح بشكل كبير، لأن من بعد بداية ظهور المسلسل والناس نفسها في المجتمع بشكل عام بدأت تضوف على تفاصيل المسلسل، تفاصيل حسن الصباح، تفاصيل التاريخية المرتبطة بالأزمة دي كلها، وبالتالي ده يسمى جدل محمود. ده رأي الدكتور أحمد لاشين المشرف على تدقيق اللغة الفارسية المستخدمة في مسلسل الحشاشين في حالة الجدل اللي مسببها العمل، وإيتي بالعربي قبله عشان يرد على التعليقات اللي بتقول إن في مغالطات تاريخية. التاريخ المتعلق بجماعة الحشاشين ما هوش ضخم وما هوش موثق توثيق جيد، يعني كتب الحشاشين انتهت بهدم قلعة ألموت نفسها، وبالتالي اللي تبقى منها كان بسيط جدا، وما كتب عن الحسن الصباح وما كتب عن جماعة الحشاشين كتب بإيد أعداء جماعة الحشاشين. كتب حتى اللي كتبت باللغة الفارسية عن الأزمة دي باعتبار أن الحسن كان عايش في إيران والأزمة كلها كانت بتدور في بلاد فارس في عصر الدولة السلجوقية، كتب اللي كتبت في المرحلة دي لا تتعدى 7-8 كتب رئيسية، والباقي كان كتابات المستشرقين اللي جم بعد كده، وكتابات المستشرقين دي أخدت كتير جدا من الحكايات اللي نسجت حوالين شخصية الحسن الصباح وشخصية الحشاشين. وأول كتاب عن الحقبة دي ظهر بعد 200 سنة من موت حسن الصباح، بس في مصدر تاني كمان بيلجأوله الأدباء والمهتمين بالحشاشين. الحكايات الشعبية والأساطير اللي نسجت حوالين شخصية الحسن الصباح في مساحة ضخمة جدا من الحكايات والخرافات وما أطلق عليه كرامات، فبقيناش عارفين نفصل ما بين ما هو تاريخي قوي وما هو شعبي أو أسطوري، الاتنين موجودين في التصور العام عن شخصية الحسن. وعبد الرحيم كمال مؤلف المسلسل دخل الحكايات الشعبية دي في سرد القصة، فشفنا مثلا مشهد لحسن الصباح بيشفي المرضى، الله أكبر، ومرة هو بيوقف عاصفة قوية، وهو في النهاية كان راجل ليه في دراسات الأجواء والطقس وغيره، فهو عارف سفينة هتنجو، إن فعلا سفينة هتقف، لكن هو قدر إن هو يقفز على المشهد ويستولي عليه ويقول إن أنا لو وقفت السفينة. بس كمان كان في مشاهد عليه علامات استفهام كتيرة، زي أول حلقة لما واحدة من الجن أنقذت حسن وهو صغير، فكان لازم يتقال جزء رمزي إن الحسن لما اختار من صغره ما اختارش النور، اختار الضلمة، وعلشان يختار الضلمة لازم يكون طالع من مشهد يقول ان هو كان مضطر يختار الضلمة دي، هو اختار الضلمة لان في الضلمة نجاته. ده غير انه لم يتم التوضيح للمشاهدين الكلمات الفارسية اللي كتبها حسن خلال هروبه من السجن، ومعنى الترجمة ان الحسن الصباح كان هنا، الحسن الصباح كان موجود هنا، فهو نحتها على السجن علشان اولا يوصل رسالة لنظام الملك ان هو كان موجود هنا وقدر بيهرب من هنا. النقطة الثانية المعنى اللي هو عايز يقوله له ان هو كان موجود وسيظل موجود، ما هوش مجرد ان هو هرب من السجن، لا، هيرجع تاني وهيبقى قائم وموجود. ومن الشخصيات التاريخيه في العمل كمان عمر الخيام، واللي بيقدم دور نيكولا معوض واللي اشتغل معاه على تفاصيل الشخصيه. بالنسبه لنيكولا هو عنده مواصفات النجم بشكل كامل، يعني عنده قدره على التعلم العظيم والسريع، عنده قدره على التقاط اللغه بشكل جيد. التجربه اللي انا قعدت معاه فيها اكتر من مره كنا بنشوف النص الفارسي والترجمه العربيه بتاعته ونتناقش فيه، وكمان ينطق الأبيات الفارسية بطريقة سليمة جدا ويكون فاهم كل كلمة بتتقال ازاي، وحقيقي ما كانش متعب في ده خالص، بالعكس هو فهم النص الفارسي حتى لما كان بيقول النصوص العربية أو الترجمة العربية كان بيقولها وهو في ذهنه النصوص الأصلية الفارسية ومستوعبها كويس جدا وفاهم فلسفتها. أنا مش شخص واحد، أنا مجموعة أشخاص.